حبايب القلب يعطيكم ألف ألف عافية. الآن إجا الوقت اللي نحكي فيه عن الفرق ما بين Present Perfect و Present Perfect Continuous زي ما وضحنا من بداية هذا الفيديو. زي ما بتعرف إنه صار في عنا لبس في موضوع التنسز، وأول لبس وقع فيه الطالب وخبط في الحيط فيه هو الفرق ما بين المضارع التام اللي هو has have plus verb 3 وما بين المضارع التام المستمر has have been plus verb I NG. ووضحنا مجموعة إحنا من الأسئلة على كل زمن منفصل. أما الآن لما يكون داخل امتحان الوزارة سؤال أزمنة مكون من 4 5 6 17 ألف فرع الله لم قديش يجيك وكل الأزمنة مع بعضهم، كيف الطالب الآن بده يميز ما بين الـ Present Perfect and the Present Perfect Continuous؟ استهدي بالله وركز معي وتعال يا حبيبي هون. الآن إجا وقت نعرف الفرق بين المضارع التام والمضارع التام المستمر. ركز معي الله يرضى عليك عشان ما تخربطش لقدام. What are the differences between the present perfect and the present perfect continuous؟ يعني شو الفرق بين المضارع التام والمضارع التام المستمر؟ ركز. Notes that. لاحظ أول شيء إنه غير اللون هيك على الأحمراني. Since, for, recently, lately are the keywords for a present perfect. Has have a plus verb 3 or past participle and for a present perfect continuous has have been plus verb ing. So how we can distinguish between these things. الملاحظة من هون لغاية هون ما بتعطيك إشي جديد. أنا شو اللي قاعد كتب لك إياه أنا هون؟ أنا كتب لك إنه لاحظ أن المؤشر since وfor وrecently ولately هي عبارة عن كلمات دالة أو مفتاحية أو مؤشرات للمضارع التام والمضارع التام المستمر. لذلك كيف يمكننا أن نميز بين الزمنين؟ حلو. الإجابة بدأت مع أبو سوس كاديلاك من هون. ركز معي. We can distinguish between the two tenses. نستطيع أن نميز بين two tenses أي بين الزمنين. نستطيع أن نميز بين الزمنين by several ways بعدة طرق. أها حلو حبيت. شو الطريقة الأولى؟ أول إشي by understanding the meaning of the sentences، عن طريق فهم معاني الجمل. كيف يعني؟ ركز. If it's still happening، إذا الجملة لا زالت مستمرة أو الفعل داخل الجملة لا زال مستمر we must use the present perfect continuous but if it finished we must use the present perfect. يعني إذا الحدث مستمر لازم أستخدم present perfect continuous، الحدث منتهي بدي استخدم present perfect. يعني بدي ألجأ لإيش؟ لمعنى الجملة. طيب وين المشكلة عندي؟ إنه بيجيك طالب يقول لك أنا المعاني عندي يوك، ما في معاني أستاذ الحمد لله، بدي طريقة تانية. هعطيك طريقة تانية بس تعال دايما الفكرة لما تيجي تدرس ارفع من مستوى المعلومة اللي موجود عندك، لا تمشي دايما مباشرة على الطرق الضعيفة. ترى عشان أوضح لك شغلة، هذا الكلام اللي بحكي لك إياه في الوزارة 99% مش راح يلزمك، بس إشي موجود داخل مادتك لازم إنك أنت تفهم وتستوعب. وانت لازلت يا حبيب القلب انت لساتك في البدايات، لساتك في الاساسيات، فما تبدأ من البداية وانت قاعد تدور على الاسهل وعلى الابسط وعلى الاريح. يا رجل لا يوجد شيء بدون تعب، ما في عندك بدك تتعب في المعلومة عشان تقدر توصل للإشي اللي بدك إياه في نهاية المطاف. وأنا مش قاعد أتفزلك عليه، مش قاعد أجيب لك إشي من برا كوكب زحل، أنا بعطيك مادتك. ركز معي الآن لما تيجي تقول لي أنت كطالب إنه أنا ما عندي معاني، طب افهم شو يعني كلمة عندي معاني أو ما عندي معاني. لا تحكي ما عندي قبل ما تشوف. بدي أرجع أنا وياك نحل سؤال حليناه في الفيديو قبل شوي. ركز معي. انت لابس بدلة تانية عادي. الان طلع لي على هذا السؤال رقم 3 ساندي فراغ ذا كيتشن فور 2 اورز. ركز معي. هيجي طالب يقول لي استاذ هاي كلمة فور. نعم كلمة فور. شو طالب بيقول؟ بيقول لي هاي مؤشر للهاز هاف زائد فيرب 3 وبنفس الوقت هي مؤشر لهاز او هاف زائد بن زائد فيرب اي ان جي. بقول له اوبا صح ممتاز رائع جدا. بقول له طب استاذ كيف بدي اميز؟ بقول له بدك تشوف الفعل منتهي او الى اخره. كيف يعني؟ بيجيني طالب بيقول اول شيء عندي، بدي اقول اعتبر انه ما في شيء عندي، اعتبر انه السؤال ضع دائره، يعني الخيارات عندك هاز كليند وعندك الخيار الثاني مثلا هاز
than cleaning. هاي هيك اجينا الخيار الاول وهي الخيار الثاني. صرت محيرك بين البريزنت بيرفكت والبريزنت بيرفكت كونتينيوس وما فيش عندك بما بين اقواس. اذا الطريقه الاولى هو ان تلجا لمعنى الجمله. كيف يعني نلجا لمعنى الجمله؟ تعال ساندي سبيس ذا كيتشن فور 2 اور. شو يعني كيتشن؟ ما بعرف، انا بعرف بس كلمه فور انها دلتنا على زمانين. حلو. شي هازنت فينيشد. شو يعني هي هازنت فينيشد؟ هي لم تنتهي. ما دامها لم تنتهي اذا الفكره انها لا زالت مستمره، عشان هيك جاوبنا has been cleaning. عشان هيك جاوبنا has been cleaning لانه عندي hasn't finished اي انها لم تنتهي. طيب اذا هاي الفكره من المعنى. لما تيجي انت بدك تفهم معنى، سيبك من الشق اللي موجود في فراغ. يا عمي هذا الشق عمره بحياته ما اعطى الطالب اي شيء. دائما اللي بيعطيك معنى الجمله او بيعطيك مفتاح الاجابه على معنى الجمله هو الشق الاخر من الجمله او الشق الممتلئ من الجمله. تخيل لما اقول لك she hasn't finished انها لم تنتهي. ما دام هي لم تنتهي اذا لا زالت هذه الفتاه او هذا الفعل لا زال مستمر، عشان هيك has been ing. بهاي الطريقة المقصود انه نفرق عن طريق المعنى. بنيجي الان للطالب لا مستوى اقل بيقول لك انا المعاني يوك يوك يوك. ابدا استاذ انا ما بدي امشي على المعنى، انا ما بعرف معنى. يا عم ارفع من مستوى، ما بديش يا استاذ. براحتك، احنا ما شاء الله كل الناس بنشرح لك كل المستويات، ولكن احنا دائما اسمع النصيحة اللي بنحكي لك اياها. نيجي على الطالب الثاني بنقول له if the verb in of the sentences، اذا الفعل في الجمل او في اي جمله كانت indicated يشير او عشانها ماضي اشار possession اللي هي ملكيه يعني فعل ملكيه sense من افعال الحواس emotion من افعال الشعور or one of be forms او احد اشكال be we must use the present perfect. لازم نستخدم المضارع التام. يعني باختصار شديد بيقول لك يا أستاذ إنه إذا الفعل فعل تملك زي الفعل have مثلا أو فعل حواس أو فعل الشعور زي كلمة smell أو كلمة fear أو فعل emotion فعل شعور أو حتى اللي هي اللي زي الفعل think الفعل believe الفعل like اللي هي عشان ألخص لك إياها بطريقة، هاي الأفعال اللي أنا سميت لك إياها يعني هي الأفعال التي لا تقبل الـ ING اللي أخذناها بفيديو الأفعال غير القابلة للاستمرار. أفعال غير قابلة لإضافة الـ ING، ما دام فعل ما بيقبل إضافة ING إذا أنا مضطر أعامله على has have زائد verb 3. بيجيك طالب الآن بقول استنى على المعنى أنا مش موفي معي أبدا أبدا يا ابن الحلال حاول سب ما بدي. طيب أفعال قابلة أنا ما أحفظها أفعال قابلة استمرار غير قابلة استمرار. اتقي الله أستاذ فينا، اتقي الله أستاذ، أنا ما عندي أجيب لك كل الأفعال اللي كنت أحفظ فيهم أصلا مش مطلوبات مني. آه والله معك حق. طب شو أسوي أستاذ؟ ماشي. الآن لطالب مستوى أقل شوي بقول له ما بدك تمشي على المعنى، مسامحك، ما بدك تمشي بناء على الأفعال التي تقبل الاستمرار ولا لا تقبل الاستمرار هي بروجريسيف اند نون بروجريسيف فيربس. ماشي، بدنا نعطيك الطريقة الثالثة والأخيرة. هلا هون ترجمة كل شيء حكيته بلس الطريقة الثالثة. يمكننا التمييز بين الزمنين بعدة طرق. أولا عن طريق فهم معنى الجملة إن كان الفعل مستمر أو منتهي، وثانيا عن طريق معرفة الفعل المراد تصريفه الفعل الموجود بين الأقواس إن كان يقبل إضافة الـ ING أو لا يقبل. فإن كان الفعل لا يقبل الاستمرار يجب أن نجيب بالمضارع التام. ثالثا للطالب المسخمط، للطالب التعبان، للطالب اللي نفسيته مش مرتاحة، بيجي على رقم ثلاث مباشرة بنقول له إذا احتوت الأقواس على بي خلاص بس وجود إيش بي داخل امتحان الوزارة، هذا في حال كان السؤال على شكل صحيح فعل بين أقواس، نجيب بالمضارع التام المستمر. لكن بات يا حبي انتبه في نهاية الفصل، فصل الأول ركز، وقبل الامتحان الوزاري
يجب أن تميز بين المضارع التام والماضي التام المستمرين. لازم تميز لقدام بين المضارع التام المستمر والماضي التام المستمر، لأن كلاهما يأتي معهم به ما بين أخواص وأبو السوس، سوف نفرق بينهما لاحقا. بسيطة. يعني شو اللي قاعد بقول لك إياه هون؟ إنه بدل إنه عفوا وجود البي بين أقواس هو دليل على مضارع تام مستمر ودليل على ماضي تام مستمر. اللحظة هاي اللي احنا بنحكي فيها ما إلك بالماضي، خلص اعتبره مش موجود. لما يجي وقته أبو السوس بيفرق لك إياهم عن بعض. الآن البي بين أقواس للمضارع التام مستمر، ولكن المشكلة ما بتنحل إذا الفعل على شكل ضع دائرة. طب كيف أبو السوس راح يحل لك المشكلة لما يكون ضع دائرة؟ اترك لي إياها لحصة نيكست جو. مش قلت لك راح أخلط لك كل الأزمنة مع بعض وأفرق لك إياها وأعطيك مجموعة من الأسئلة؟ مش قلت لك إنه في نهاية دوسية التأسيس أبو السوس راح يحط في جيبتك 20 علامة على دوز بارة زي ما بدك وزيادة؟ بس تبع وتسلسل معي وابن المعلومة زي ما أنا بنصحك إن شاء الله. الآن فكرة سؤال كان يجي في الأسئلة الوزارية لقديم الزمان، يعني خلينا نحكي هاي كانت تيجي في سنة 2007 2008 2009. نمط السؤال هذا على دوركم انتم انه يجي نمطية هذا السؤال وترجع تتكرر يا 2006 ضعيف جدا، ولكن فكرة السؤال تثبت معلومة عندك، ما في اشي مستحيل تستفيد، كل شيء بدك تستفيد منه. ركز معي. سؤال ابو الشلن هيك: صبا has read a book about the ancient history so far. B. صبا has been reading a book about the ancient century for some time. لاحظ انه الجملة A has a verb 3. has a verb 3 اللي هو مضارع تام هو فعل منتهي. ولكن في الجملة B صبا has been reading has been ing هو فعل مستمر. نيجي على الفرع الأول. Which sentence indicates أي جملة تشير that صبا has finished reading؟ أي جملة تفيد أن صبا has finished reading أنها انتهت من القراءة؟ الجملة اللي بتوضح أنها انتهت من القراءة اللي هي جملة A. إذن جواب السؤال الأول A. طلع على B أو السؤال الثاني. Which sentence indicates أي جملة تشير that صبا still reading؟ still أي لا تزال. وين الجملة توضح أن صبا لا تزال تقرأ الكتاب؟ لا تزال تقرأ أي مستمرة في القراءة. إذن جوابها راح يكون الجملة B. الآن طلع كيف ممكن يتلعب لك في السؤال، في نص السؤال، وهذا شيء يعني السؤال كلياته قلت لك ضعيف، ولكن هذا بيثبت معلومة عندك. تخيل السؤال هذا الأول: Which sentence indicates that صبا لو قل لك hasn't finished reading، وين الجملة توضح أنها لم تنتهي من قراءة الكتاب؟ الجملة توضح أنها ما انتهت، هي الجملة التي توضح أنها لا زالت مستمرة. إذا بصير الجواب عندك هنا إيش؟ بصير الجواب B يا أستاذ، بصير الجواب B. هاي المعلومات، هاي الأشياء، هاي الأفكار ما بتيجي داخل امتحان الوزاري. ودير بالك أنا قاعد بشرح لك في مادة التأسيس، هيجي طالب علي يقول لي ول إذا هيك مادة التأسيس كيف المادة؟ لا أستاذ، أنت إذا خلصت تأسيس بتكون عديت، اسمع، عديت المادة. لأن أبو السوس لما يأسسك بيأسسكش في الضمائر هي شي إز أم آر واز وير، هذا إشي ضمني أنت بتتعلمه وبتأخذه ضمن المادة. فانت لما تكون قاعد تعطيني is am are was انت قاعد هون بتضيع في وقتك، انت ما راح تقدر للأسف تربط هاي المعلومة مع شيء تاني. فبالتالي احنا اساسنا كانت tenses اللي هي مبنية عليها كل الأزمن الموجودة في داخل المادة. فعشان هيك يا استاذ ركز على الكلام اللي بقول لك اياه، قسما بالله للحظة اللي احنا قاعدين نحكي فيها وصلنا عند نهاية المضارع التام المستمر والفرق بين المضارع التام المستمر والمضارع التام. في اللحظة اللي أنا قاعد بحكي معك فيها لو أنت استوعبت عليه كل إشي أنا قاعد بحكي، محصة ميكس جو اللي حتنزل لك حتفرتك لك الأزمنة كلياتها وتفرتك لك مبدأ الأزمنة كلياته، بتكون أنت حطيت في جيبتك أول 20 علامة. تخيل
أول 20 علامة. حبايب القلب يعطيكم 1486 عافية. حبايب القلب إن شاء الله منشوفكم بآخر فيديو من فيديوهات الأزمنة للوحدة الأولى، وآخر فيديو من الأساسيات اللي هو مع الفيوتشر سيمبل، أي المضارع أو عفوا المستقبل البسيط. حبايب القلب يعطيكم 1,000,000,000,000,000,000 عافية، إن شاء الله بالفيديوهات القادمة.